يقيم بالبطاقات الملونة. لدينا الآن فرصة ومحاولة على الجهة اليمنى لصالح الخليج، عرضية بالانتظار عالية بالراس، عودة لأبناء الدانة. سالم يسجل هدف التعادل، مباراة سريعة، مباراة مفتوحة، مباراة بدقائق الأولى، هدف يرد عليه عبد الله آل سالم بهدف. هالمرة جد اسم الهدف هو من عرض، وعبد الله آل سالم هو من يتكفل على تسجيل أول أهداف الخليج في هذه المباراة لتصبح الأمور واحد.